المسمارات هي أغنية الأصالة والحضارة اللي تغنينا بها ليستمر إيقاع الحياة بين الماضي والحاضر. هذا الإيقاع ما زلنا نسمع صداه المميز في أماكن من الإمارات الحاضرة بلحن الثقافة والتاريخ والماضي الجميل. اللي يضج بالسياح والزوار من السوق الكبير في دبي وبالتحديد من سوق الذهب، راح ناخذكم في جولة بين الذهب والألماس وبنصيغ لكم أجمل اللحظات مثل ما تنصاغ هني أجمل قطع المجوهرات. حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم أسواقنا. سوق الذهب مرتبطة بالمنطقة اللي تحيط به، وهي منطقة الراس اللي تضم السوق الكبير في ديرة. هذا السوق الواقع بين سوق الذهب وسوق السبخة، واللي يعتبر من أقدم الأسواق الممتدة على خور دبي، واللي تم بنائه عام 1850 ونتيجة لتزايد حركة التعاملات التجارية في هذه المنطقة كثرة أعداد الدكاكين اللي تختلف باختلاف منتجاتها المتنوعة. وكان سوق الذهب من أهم الأسواق اللي تم بنائه في عام 1940. الموقع الجغرافي وقرب الميناء من هذا المكان فتح المجال لكثير من التجار ورجال الأعمال أنهم يفتحون محلاتهم بشكل بسيط قبل في هذه المنطقة، ولكن اليوم أصبح هذا السوق من أهم وأضخم الأسواق التقليدية في دبي. وطبعاً بدأ السوق بشكل كلاسيكي لأكشاك بسيطة ومحدودة، ومع مرور السنين تغير شكل السوق وأصبح بحلة عصرية تراثية جميلة، وزادت عدد محلاته ليضم اليوم 350 محل. وللحديث أكثر عن السوق التقيت بشذى الملة رئيس شعبة البحوث والدراسات في بلدية دبي، واللي راح تخبرنا أكثر عن هذا السوق العريق. ولا كأن هذا هو سوق الذهب اللي كنت أعرفه وأيله قبل، وايد غيرته فيه ما شاء الله. الحمد لله صار في تغيير كبير حالياً من طرف بلدية دبي لتطوير وتوفير الخدمات اللازمة حق المكان. فمن الأشياء اللي اشتغلنا عليها الأرضيات مثل ما تلاحظين أحجار طبيعية، حاولنا نخليها على طبيعة المكان. الأسقف مثلاً حبينا نظلل الأماكن المعينة بحيث أن الشخص الزائر يرتاح في المكان، بالإضافة للوحات الإرشادية، لأن السوق مثل متاهة، يعني سبحان الله واحد يجي هنا يعرف وين سوق السكيك، ولكن سهل الواحد يتسوق فيه ويتمشى فيه. بالضبط بالضبط. حلو، يعني حتى لاحظت اللوحات اللي موزعة على المراوح كلها هي شو ما كانت موجودة قبل. ما كانت فعلا، ما كانت موجودة، ونحن حبينا نحن نطور شوي الخدمات اللي موجودة في السوق، بالذات سوق الذهب، وركزنا ان نضيف بعض الجماليات حتى للمكان مثل ما قلتي، المراوح، المقاعد مثلا، الساحات الخضراء، بحيث ان الزائر لما يجي المكان يكون شوي متهيئ ونفسيته ده يكمل 3-4 ساعات في المكان. حلو، اجواء جميله وما شاء الله مزدحم بالسياح. بالضبط. راح ناخذ جوله، شو رايك مع بعض؟ وعقب نقعد نسولف ونتعرف على السوق اكثر. طبعا طبعا. حياكم. في دبي سوق مختلف عن كل الأسواق بالناس والأجواء والذهب والقطع الجميلة، بس نحن حابين نرجع معاك شوي شذا على قديم السوق، شكله، طبيعته، كيف كانت وكيف صار؟ طبعاً قبل الأسواق كانت عبارة عن مباني، خلينا نقول مبنية من أحجار المرجان اللي هي كانت يستيبونها من الخور بشكل عام، ونلاحظ أن كانوا يبنونها بأشكال تراثية اللي متعارف يعني، وفيها بعض الزخارة، في بعض البراجيل، ونلاحظ أن المحلات تقريباً كانت ما تزيد عن 30 متر مربع يعني من ناحية المساحة. ونلاحظ أن الجزء الأمامي للسوق اللي هو مطل على الممرات الرئيسية كانت تستخدم لعرض البضائع،
وفي نفس الوقت عندك الجانب الداخلي للمحلات كانوا يستخدمونها للتخزين. فتلاحظين لين الحين الفكرة هذه متكملة متواصلة خلال 50-60 سنة تقريبا، ونلاحظ أن عادة الناس يتفرجون للقطع هذه المعروضة في الفترينات من الخارج، وإذا حابين أنهم يدشونها فنلاحظ أن هي طبيعة العمران شبيهة بطبيعة المواد اللي كانت متوفرة ذاك الوقت. يعني حافظتوا على المواد القديمة اللي كانت مستخدمة في هذا اليوم. بالضبط، نحن دورنا كبير في بلدية دبي أن نحمي التراث بالشكل الأصلي، فركزنا أن نستخدم نفس المواد في الترميم، حتى إذا بعض المباني محتاجة تدعيم له نسويها بنفس المواد بنفس الحرفة التقليدية اللي كنا نستخدمها قبل. جميل. شذا، بعيدة عن سوق الذهب اللي موجود في السوق الكبير في هذه المنطقة، نحن من المتعارف عليه أن دبي كإمارة محافظة كثير على خصخصة الأسواق، يعني عندنا سوق مختص بالذهب، سوق الأقمشة، سوق التوابل، هذه الخصخصة كيف تشوفين جذب السياح لها؟ طبعا من اهم مقومات المكان السياحيه ان نلاحظ مثل ما قلتي مثل ما تفضلتي ان في خصخصه في الاسواق، فالشخص اللي حاب مثلا يشتري بعض التوابل ممكن يروح لسوق التوابل، مثلا في بعض الناس حابين يشترون اقمشه، الحراير، حتى الملابس، ممكن واحد يزور السوق ويشتري منها، فنلاحظ هاي الخصخصه موجوده في كل بر دبي وديره. واليوم احنا نشوفها باسواق كبيره تنافس بعض المولات المتجددة. لما نتكلم عن ما يميز سوق الذهب عن غيره من الأماكن الحديثة من المولات اللي تعرض أكيد هناك قطع الذهب والمجوهرات، الفرق ما بينهم وليش اليوم احنا نشوف اهتمام السياح والزوار في هذا المكان بالتحديد لسوق الذهب؟ طبعا احنا في شغله حلوه ومميزه في المنطقه ان هي منطقه تاريخيه، فالشخص لما يجي هنا لسوق الذهب بدل ما يروح مثلا دبي مول يشتري مثلا ذهب من هناك، ممكن يحصل تجارب اضافيه هنا من ما يشوف الاسواق التخصصيه، ممكن يستخدم الخدمات السياحيه اللي متوفره هناك، ممكن ياخذ بعض الجولات السياحيه اللي متوفره من قبل دائره السياحه والتسويق التجاري. فانا اتوقع في اكثر من تجربه ممكن واحد ياخذها هنا مقارنه بالمولات الجديده. طبعا المولات الجديده في لها انبهار وطبيعتها الخاصه، بس انا اتوقع هنا بعد حتى من الاشياء الحلوه انه ممكن واحد يجي ويشتري بالجمله، يعني من الاشياء الحلوه يعني عاده مثلا في الاعياد في المناسبات في رمضان ممكن واحد يشتري اشياء بجمله ويوديها للاهل كهدايا كاشياء ذكريات. التصميم المعماري للسوق يتميز بطابع شعبي تقليدي بسيط، فهو عبارة عن ممرات تتلاقى مع بعضها البعض في منتصف السوق، ولكل ممر بوابة خشبية خاصة فيه وتشكل جزء من شخصية المكان. تمتد المحلات على طول هذه الممرات وهي تعرض قطع المجوهرات المميزة، أشكال وألوان وأحجام وأسعار مختلفة تجذب وتسحر أنظار كل السيدات. واللي يزين هذه الممرات أعمدة الخشب الممتدة من أرضية السوق إلى السقف على شكل قبة خشبية جميلة تضيف للمكان طابع من الأصالة العربية، وتماشت الكراسي الخشبية الموزعة في السوق مع التصميم الخشبي الجميل. من الأشياء اللي لفتت نظري وانتباهي أن السياح والزوار حتى لو ما كان في نيتهم أنهم يجون ويشترون الذهب، صدقوني راح يستمتعون بزيارتهم لأن المعروضات أشبه بقطع فنية تشد النظر. تعالوا معاي نزور هذا المحل ونتعرف أكثر على ماهية وجمالية الذهب اللي عندهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مساك
الله. كيف حالك؟ شخبارك؟ ان شاء الله الواحد عندكم يختار ويحتار والود وده ياخذ المحل كله. شخبارك؟ والله طيبين. طيب ان شاء الله. لازم نتميز بالسوق، لازم اشكال. ما شاء الله عندكم قطع ولا اروع، سواء من القطع التراثيه او حتى الذهب الابيض. لكن خبرني كيف حركه السوق؟ والله الحمد لله حركه السوق تمام، يعني ماشي الحمد لله، السوق تمام وطيب والامور طيبه. الزباين والسياح اكثر شيء شو ينجذبوا، للذهب الاصفر التراثي الاماراتي ولا للذهب؟ والله شوفي كشكل عام احنا احنا كشكل عام موجودين هنا، زبايننا اكثر شيء بهم السياح. في نسبه يعني 40% 30% يقولون المواطنين اللي هم التراثيين، اللي هم خصوص التراثي، شغلات البحرينيه ما بحرينيه هذه. لكن اشوف الاجانب حتى من برا وايد مركزين انهم يصورون الذهب التراثي ومنجذبين له، هل يجون ياخذونه ويشترونه؟ في اجانب يجون يشترون الذهب التراثي، لان الذهب التراثي شيء غريب عليهم، يعني غير الذهب الثاني اللي هو شغل ايطالي او تركي، فبتحصلين فيه شغل يدوي اكثر عن الشغل المكاين وشغل هذا، تحصلينه في الشغل التراثي اكثر شيء. زين شو من الديزاينات الجديده بالنسبه للمراري والذهب هذا اللي يعني كل وحده تتزين فيه؟ هذا مطلع لك احلى شيء كشف الموديلات الجديده. شوفي نفس هذا الموديل، في عندي هالموديلين، شوفي هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، وفي هذا تحفه فنيه مو مريه. هذا كله شغل يدوي تبارك الرحمن. فيني اجرب هذه؟ تفضلي. هذه جربينها مع الحزام، بعد طقم كامل، هذه مع الحزام مريه جميله. شوفي هذا حجامها، تفاصيلها ولا اروع. تسلمي. وهذا حزامها ما شاء الله. تجنن تجنن تبارك الرحمن. الاجانب ينشدون للذهب التراثي طبعا والاشكال كثير من الاجانب يعني يعجبهم هالشغل لان فيه تفاصيل كثيره واشياء غريبه عنهم، يعني ما يشوفونها من قبل ولا شافوها، فهمت علي؟ فيوم يشوفون هالشغل يستغربون منه، حتى في الكثير منهم يحبون ياخذون من هالاشياء. ما شاء الله تبارك الرحمن. अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। يستقطب السوق الكثير من السياح والزوار من مختلف البلدان اللي يتيح لهم خيارات واسعة من أنواع المجوهرات والمشغولات الذهبية المميزة والنادرة في أجواء تنافسية مليئة بالعروض الترويجية، وهذه أكيد فرصة ثمينة لاقتناء قطعة مجوهرات بأسعار تنافسية، وأيضاً للتمتع بالنظر إلى الجواهر المزدانة والمتلألئة في واجهات المحلات الزجاجية اللي تأسر القلوب. Hi, how are you? Hi, I'm good, thank you. Thank you so much. First of all, I wanted to know from where you are. So we're all from London, so we're here from a week's holiday this week. You are so, from London? Yes, that's right. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you think about the souk? Well, we've just arrived, but it's really fascinating. We've come through the spice markets, mm-hmm. we're now in the gold. We're looking to buy some very traditional gold while we're here today because Perfect. It's so unusual. Perfect. So, this is the first time you are first in the time. UAE? Yes, yes, and we're loving it. Everyone's been so friendly Good. And welcoming. We're loving that, everything about it. Thank you so much. And what do you think about the souk, the gold, the traditional gold? Did you like it? I do. I love sort of the intricacy of the work.
work, the different bangles, the beautiful elaborate earrings. I think it's really unique. It's different than the new gold, like diamond. Exactly, and that's what makes it so special, and it's so difficult to buy anywhere else, and that's why we're here today, to really look for the very traditional gold. Yeah, but there is also a lot of shop for the gold inside the mall, but why you come here in the old suit? I guess because we wanted the character and the charm, and to see some of the old part of Dubai as well as seeing the new modern side as well. So we'd heard about it and seen it was recommended. Mm-hmm. And yeah. From where did you hear about this suit? Mainly from friends actually who'd visited before, a little bit from tour books, a little bit from the hotel, and from research as well. كثيرة هي الأمور اللي اكتشفتها من خلال جولتي في سوق الذهب بدبي، ومن بينها وهذا الخاتم المعروض. تخيلوا أن هذا الخاتم هو أكبر خاتم في العالم، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو من عيار 21 ويبلغ وزنه 63 كيلوغرام. ويقولكم كل السياح والزوار أول ما يزورون سوق الذهب في دبي لازم يمرون على هذا المحل وياخذون صور تذكارية من جماليته وحجمه. بالتأكيد راح ياخذون هذه الذكرى الجميلة من هذا المكان. وأنا بعد يعتبر فن صياغة وتشكيل الذهب من أقدم الحرف في تاريخ البشرية، وتحتاج هذه المهنة إلى مهارة وصبر لنقش الذهب وصقله، وتمر عملية الصياغة بعدة مراحل، ويستعمل فيها الصائغ النار لتطويع الذهب وتشكيله. واليوم نلاقي أسامي إماراتية كثيرة لمعت في مجال تصميم وصياغة المجوهرات بكل أشكالها وأنواعها المميزة، ولكل مصمم أكيد بصمته الخاصة اللي يتميز عن غيره من المصممين. المميزة فاطمة المهيري، وهي أول مصممة مجوهرات تراثية في الإمارات، راح تشاركنا رحلتنا وجولتنا في سوق الذهب. فاطمة، سوق الذهب في دبي فيه الكثير من الذكريات الخاصة فيك. راح نرجع لهذا الألبوم المليء بالذكريات الجميلة لك، ولكن إذا بنتكلم في البداية عن الذهب ومجال التصميم وهذا العالم اللي أنت أبحرتي فيه وكنت من أوائل الإماراتيات بعالم تصميم المجوهرات، شو راح تخبري لنا؟ طبعاً الذهب له علاقة وثيقة بالأنثى مثل ما نقول، أو المرأة. أول هدية أنت تتلقينها أول ما تنولدين تكون قطعة ذهب، يعني أول شيء يوصلك ذهب، فعلاقة اوريدي قبل لا تنولدين تكون العلاقة موجودة محضرينها. فسبحان الله المرأة بطبيعتها تحب الجمال وتحب الذهب وتحب الرقي وتحب الأشياء الفخمة. فسوق الذهب بالنسبة لي هذا عالمي الخاص. أحيانا حتى أي السوق يوم ما عندي شيء بس أقعد أتمشى أشوف الأشياء الباترينات أحس يعني بفرحة. في بداية مشواري أول ما بديت أدرس تصميم المجوهرات كنت أبحث عن قطعة مجوهرات بتصميم معين، لفيت السوق كله ما لقيتها. يعني هذا الشيء هو اللي خلى فاطمة تدخل عالم تصميم المجوهرات؟ نعم، هذا الشيء اللي خلاني. فلفيت معظم المحلات، معظم الورش الموجودة، ما لقيت عندهم التصميم، فرسمته بإيدي وبديت أدور بين الورش والناس إن حد يصنع لي هذا التصميم. فكان أول تصميم ونال إعجاب خواتي والأهل وصديقاتي، ولقيت الدعم. ولقيت الدعم، بعدها دخلت في مجال الدراسة الأكاديمية. ما شاء الله. طيب هذه الأشياء هي اللي نحن حابين نعرفها منك أكثر، يعني إحنا نشوف دائماً من خلال جولتنا في أسواق الذهب نشوف القطعة اللي تلمع من الحجار والألماس والذهب الأصفر، العيار ما بين 14 24 و18. إذا بنتكلم عن القطع بدايتها تبدأ من التصميم، ولكن المواد نفسها كيف تكون؟ طبعاً التصميم في البداية لازم يكون تصميم مانيوال يدوي، رسم على الورق، أو تطور أن ندور على برامج الكاد اللي هي برامج 3D، وبعدين 3D برينتينج يكون مطبوع نطبع بالطبعات 3D نفس الشكل بالضبط بس بين الواكس الشمع.
بعدها نبتدي نعمل له عملية كاستنج اللي هي صب المعدن. طبعا في كثير من الناس ما يعرفون ان الاحجار الكريمة والألماس يتركب بس على عيار 18 او عيار 14 ونازل، اكثر عن عيار 18 مثلا، عيار 20 21 22 ما يتركب ابدا عليه الماس واحجار كريمه. يا سلام، لان الذهب معدن لين قابل للتشكيل، بالوقت بالحراره يتاثر، فالبرونكس اللي هم الهوكس اللي ماسك الحجر تتمدد بشكل مش واضح للعين، فبعد فتره ممكن انت تفقدين الحجر والحجر يكون قيمته عاليه، بينما الخاتم نفسه اذا قلنا عبارة عن 2 جرام ذهب، يعني ما يتعدى 500 درهم، ممكن الحجر اللي مركب عليه قيمته فوق 50,000 درهم وفقدتيه. نعم. عشان كذي يتركب على عيار 18 وأقل. في سوق الذهب دبي أكيد في كثير من الأسرار والخبايا عبر هذه الممرات الكبيرة والضيقة والسكيك. والسكيك بالضبط. شو من الأسرار اللي نحن كزوار وسياح ومرتادين لسوق الذهب ما نعرفها، وبحكم وجودك في هذا المكان وارتباطك فيه بشكل كبير حابين نكتشفها معك؟ سوق الذهب في أشياء كثيرة يمكن السايح أو المتسوق ما يعرفها، لأن إحنا مثل ما تشوفين تمرين في الممرات الأساسية، لكن في السكيك مثل ما قلنا اللي وراء في موجودة كثير من ورش المجوهرات، الورش اللي صنع لك المجوهرات بمختلف أشكالها، المجوهرات التراثية، المجوهرات المودرن الأوروبية، المجوهرات الستايلات الهندية، المحلات اللي تبيع الأحجار الكريمة، والمحلات اللي تبيع أدوات الورش اللي حاب يسوي له ورشة خاصة فيه. طيب شو من الأسرار الثانية اللي ما زال السايح والزائر مش مكتشفينها في هذه السكيك؟ عندنا هنا في سوق الذهب يمكن أهل دبي كلهم يعرفون أقدم محل للحلوى العمانية في دبي. يا سلام، هذه ذكرى طيبة شكلها لذيذة. وكانوا يسمونه من زمان الناس حلوى سكة الخيل، بما أن هنا الشارع كان يسمونه سكة الخيل. كانوا الناس من بر دبي وبر ديرة في وقت الأعياد والمناسبات يجون يشترون من عنده، وأهل بر دبي كانوا يأخذون العبرة ويقطعون الخور ويجون يأخذون الحلوى ويرجعون. يعني أنت ياسة تتكلمين وأنا ياسة أتعذب، لأن أنا إنسانة عاشقة للحلوى العمانية، فإذا ما عندك مشكلة إيش رأيك نروح تجربها؟ والمحل هني قريب في المحل قريب هني في هذه السكة. تدلينا ولا بنضيع فيها السكة؟ لا لا ندل، ما بنضيع. ندل زي حياتك. تفضل. وفي ممرات السوق تبرز التفاصيل المرتبطة بذاكرة المكان، وبين انحناءاته الداخلية الضيقة نسمع صدى الإسرار، ومع مرور الأزمان يتغير المكان، ولكن بعض المحلات القديمة تحافظ على مكانتها وانتاجها الطيب، مثل محل الحلوى العمانية اللي يعتبر من أقدم محلات سوق الذهب. لا ما شاء الله عليك أماكن ولا غلطة، أنا من الممر وأنا شامة ريحة الحلوى شكلها عالمية. هذا المحل أقدم محل حلوى في دبي، عمره 100 سنة. هني هذا مكتوب أول ما خرج بأسرار الحلوى العمانية للإمارات. شوفي تاريخ المقابلة كم سنة كان؟ ما شاء الله 1985. لا صدق قديم، أهنيك على هالمكان، مشكورة ما قصرت. خلينا نجرب الحلوى عندهم. هي أكيد. نجرب الحلوى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محلاها. هذه مالت اليوم. 100 سنة فاطمة المحل. أمين الناس كلها عارفة إن هذا المحل أقدم محل حلوى، كلها البي كانوا يشترون من عنده. يا سلام يا سلام. أبوي خلينا نجربها هذه. قولي بسم الله. بسم الله. يلا أنا وأنتي. من ذكريات الأصدقاء وروح الألفة والمحبة والتسامح اللي نلتمسها في هذا المكان المليء بالتراث والتاريخ تنتهي جولتنا، ولكن بنلتقي بكم في أسواق أخرى وبنعبر معاكم جسور ما بين الحضارة والأصالة لتبقى أسواقنا جزء من ثقافتنا.